مش دايما، مش نادر الشيخ نفسي. لا 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 استنى استنى مش عارف ايش اعمل داري. مو امشي امشي عادي اسبح وامشي مع كنترول مع كنترول عشان الفيس بوك. اوكي في سهم معلق من ورا عندك وانت معلق. اوه انا ابو الاخضر. هابا انت بتعرفه صح؟ اكيد بتعرفه الاخضر. هابا في عنكبوت وراي. ليش؟ طلعني شوف وكنا هلو كنا بدك موت موتت جد؟ باي يس ماجس عشان ليه. يلا بسرعة لسا تنحط هنا خشب للكرافتنج اللي بالان. اسوي معك ستيكس؟ لا معيش. اسوي ستيكس معك خشب؟ معي ستيكس اسا حط ستيكس وفوقها حط عملت وين صح؟ هاي الدفتر بساعدني مو هذا ابصر شو. صح جاهز. الله يرحمك. تعال ولا هين صلني. ليش انت سري اسرع مني؟ هولي شيت لانك انت مش فاكر صح؟ هي انزل في خوفان بس وقف ما تنزلش حي الله مش تقول. تعال تعال اعطيني خشب. ايه تهمني خشب محلل اعطيني او بدك خذ. وشو اسمه وعبي وزي ال شو زي الفرن مش لا قبل شوي انت حطيت هيك زي اشي بالحجر هيك حطيت هيك ما حطيتش اشي في النص حوالي الحجر احط هيك زي بالخشب جست. نعمل كمان جست يعني نحطه هين بنحطه هون نحط اغراضنا كله فيه بنروح وين عندي اها شوي وقف شو هذا بنزل شو هذا جرافل هذا بنزل لحاله. وين بنزل هذا؟ هذا بتكسر بالشافل من هون ياهو هيك هو هذا بفتش بالهواء. احمل شافل يعني معي شافل خا مش مهم يا اخويت يلا امشي خا انا باك باك حسي انت بس هيك خليك وراي. وهذا ايش؟ تعال شوف هاي الفحم صح تم اليكس. وهقف انت الهابس هناك هذا الهابس اشي هيك لابس بنطلون جلد جلد شيلد داي مش شيلد اسمه جلد هو جلد بنطلون جلد هنا جبته وين لقيته؟ انا صنعته. ايوه كفو ولا فيش مزح معي هلا يلا تعال بكيت احضر برضه على اليوتيوب اشوف انه في ناس بيعملوا تريد يعني بروحوا بتروح عند واحد من السكان في سكان عندنا بالارض يعني بالماب تبعنا بس بعيد بس عشان حليت سبان مش مهم. ياتو اول اخضر اول اخضر لا اول واحد استقبله بدك اكل؟ معي تعال الصهون تنجمع الحديد يلا بتعرف انت هذا بشو بتكسر الدايمون؟ لا ببكاكس حديد. اوف احنا شو اللي معنا مش حديد؟ لا احنا معنا حجر. حجر لازم نعمل حديد.
بس وقف شوي وقف شوي. كون شو ممكن تعال نبني عليه شيء ثاني شوي. شوف شو معي. خافش حير شو هالاسفار. ايش شو هالاسفار؟ ايوه ابعد ابعد عني ابعد عني. ليش وانا كوب دمجك وكل يدي يابا. شو هذا؟ هذا بيحرق وبدمج وبيسوي كل شيء. هذا شو مخ هذا؟ الحفافة اذا عرفته. الحفافة اللافا عرفتها؟ اه اللافا اه اكول يا زلمة. بالك منها. طيب بالغلط 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 بالغلط. هاي بتقيمك بتخليكش تعيش. تعال سكرها شوف بلزم ايش. لا اكيد اكيد اللي يبقى وراها اللي يبقى وراها اشياء منيحه صح؟ لا مستحيل مش دائما مش نادر الشيء اللي تصير. لا 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 استنى شعمل 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 شعمل. طيب انقذتك. كبيت علي ماي؟ ولو كيف دمي تزيد هسه ماشي؟ بدك توكل كيف من؟ يلا عن ابوها من الحياة. حبك ربالك انت. هل هل هذا ال طبخناه. شمع اكثر شيء يحرق اشياء. الكيت داي احلف دايما والله الكيت هاي عندي. وسع وسع خذتها. استاذ دايما هاي كمان وحدي هاي كمان وحدي كمان وحدي. وينك انت؟ انت من رايح؟ الطريق الثاني. وين افتركنا؟ طريق بعيد. ايش مزح معي؟ مرحبا. انت شوف الدمج. اوف شوف شوف بعطيك شوي من هنا. اكمل حبه انت لقيت. ماني معي ولي كثير. كثير. خذ خذ معي معي. انا معي خلي معي. طب يلا روح. وين رحت انت؟ لا وصلت وصلت. هيا عندي عندي طريق عندي. وصلت انا. كنت فوقك. كنت وراي. كنت سابقك يا ابو. يلا تعال نام. هيا اجى الصبح. كان سليب اونلي ات نايت. ما هو لانه اجى الصبح على السرير. اوكي هسه تعال نشوف شو بدنا نحط. مخزن هاي بدي احط فيه كل الجولد هاي. يا اخي احنا ناقصنا اكل صح؟ كثير خبز ناكل. كثير. طيب شوفي مع اغراض انا اشوف لهالدرجة صعب يعني؟ مش صعب كثير بس يعني بقى ان احنا مش ملاقيينه. تعال تعال في جاج؟ في انا مش ملاقيينه. شو بقدر اعمل له الجاج؟ اقتله بس اقتله وبتخضر الدجاج. روت الدجاج طلع لحكتني. طلع؟ لا هاي هاي بتلحقك لانه معك من هذا الاشي الاخضر هذا اللي بتاخذه من القراص. طيب نقدر نحبس هنا. تعال معي تعال 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 معي. منصير نقدر نقدر نطلع حسن عندك؟ لحسن هو لسه ييه كنا قلب تفوت. طب حسن هسه ويطلع طلعت بسرعة والله علقة. تعالي هاي جبتها جبتها جبتها. طلع على الفاضي طلع لحالهن يعني؟ لا مش لحالهن لانه انت هسه. تعال تعالي ولي تعالي فوتي. يب انا لا اله الا الله. شو بلاش فوت. هاي فوتي فوتي فاتت. ايه خلنا فوتي اطلع اطلع اقتلها. اسمع تنكت بقى ابدع يا ابوش. تعال خليك هنا يلا
نتوقف نسوي المحل، جيب خشب بشوي بشوي فخدي او جاجي بحالها بس هيك نسوي شي. اوه زوجته؟ اوف كيف زوجته؟ بالهذا بالشي الاخضر اللي بتطلعه من هذول. يا تعال لنا واسمع خلاص كفيت، انا ارجع في الماي.